شكرين اوفروا بيه. تاخرش علينا بقى. حاضر حاضر يا مسعد. تبقوا سلموا لي على كل اللي في البلد. يوصل ان شاء الله. مع السلامه. الله يسلمك. روبي. ايه ده انت صاحي؟ اه صاحي. اتفضل 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 في اوضتك ومكانك ومطرحك. ايه ده مالك شكلك متضايق؟ اه تبقى متضايق. طيب انا بشرب شاي زي ما انت شايف، اصب لك كوبايه معايا؟ صب يا سيدي. ماشي. بس انت بتعرف تعمل شاي؟ يعني نايف ناي كده. احسن عشان الكوليسترول. وانا هجيب لك فرخه ده كوبايه شاي. ثواني اخش جوه اصب لك كوبايه شاي واجيب وداني عشان اعرف اسمعك. بس انا متاكد ان الضيوف اللي كانوا عندك دول هم اللي ضايقوك. اه دول قرايبي من البلد، بس من نوع القرايب عقارب، عايزين يورثوني بالحياه. كل شويه واحد فيهم ينط لي اللي عايز حاجه، اللي عايز فلوس. فاكرين نهبل؟ يعني بديهم فلوس كتير قوي يا اخي. انا اللي قلقني وسط ده كله بنتي زينه، مش عارف مصيرها هيبقى ايه لو حصل لي حاجه ولا مت. يا فاروق بيه اللي خلاها مش هينساها، اتكل انت على الله بس. ايه أموت يعني؟ لا لا أنت فهمتني غلط، أنا أقصد سيبها على الله وهي هتفرج. ونعم بالله. اتفضل أحلى كوباية شاي من الآخر. إيه يا عم ده؟ إيه؟ خد زود لي شوية سكر. بس كده؟ حاضر. قول لي يا ميمي. أقول لك يا ميمي ليه؟ أنت مش اسمك فاروق بيه؟ آه أنت عايز يعني إنك تقول لي أنا، أو أنت عايز تسأل حاجة. أنا فهمت. أنا خش خش، أنت عايز تقول إيه؟ يعني المهم قول لي. أنت مالكش هدف عايز توصل له؟ هدف؟ طبعا ليه هدف، وهدف كبير وهدف سامي. ايه؟ ابقى زيك حقيقي. انا نفسي ابقى رجل اعمال. صحيح انا الحمد لله لغايه دلوقتي قدرت احقق نص السكه. ازاي يعني قدرت ابقى رجل؟ لسه بقى مستني بقيه الاعمال. وايه كمان؟ ويبقى عندي فيلا كده حلوه زي دي، زي بتاعتك دي، وعندي عربيه اللي انا مش عارف موديلها برضو، دي الفظيعه دي برضو، وعندي فلوس كتير جدا جدا زيك برضو. انا مش بحسدك، ما تفتكر ان انا بحسدك ولا حاجه فاروق بيه. ها بس هو برضو ما يمنعش ان في شويه حقد كده طبعا، اللي هو شويه غل بسيط، الحاجات دي عارف ليه، الحقد والغل الصحي بتاع كل بني ادمين يعني. ايه ده؟ حط لي معلقه سكر كمان. تاني سكر؟ تحب اجيب لحضرتك عود قصب تسقيه في الشاي؟ انت عندك كم سنه يا ميمي؟ انا هو انا اخر مره سالت قالوا لي 27 تقريبا. ميلادي ولا هجري؟ ميلادي مش فاكر قوي، بس هو كان الاسلام انتشر ساعتها. اه انا فاكر كده. وانت عندك كام سنه؟ انا يا سيدي عندي 58 سنه. ده انت اكبر مني. تفتكر يا فاروق بيه لما اقدم زيك كده هيبقى عندي فيلا زي دي كده، ولا هبقى عايش في اوضه زي دي ومش بعيد تكون هي نفس الاوضه برضو؟ انت مش قلت لي حب ما تعمل عشان تعمل ما تحب؟ مظبوط. خلاص يبقى حب الاوضه الحقيره دي عشان توصل للفيلا الفخمه دي. انا عمري ما هقول لك حاجه تاني بعد كده. شوف الحقيره دي اللي انت لاعب فيها 300 جنيه. طيب يا سيدي ربنا يعوض عليك. خد سايب لي نمرتك عشان اكلمك لما اعوزك. ماشي يا عم ماشي. موبايل ابو كاميرتين، صور نفسك وش وظهر. لا وفي راديو كمان. عارف عارف. اتفضل. بس هي في الاسم بقى. ها حاضر. ولا انت هترن عليا؟ يا اخي بطل المره بقى. تصبح على خير. وانت من قلبك. فاروق بيتكلم. مين معاي؟ انا ميمي. اهلا يا سميمي. نعم في حاجه؟ مفيش، اصل بقالك زمن ما اتصلتش فقلت اسال. انا جايز محتاج حاجه. طيب متشكرين قوي. اقفل بقى. بس بقول لك ايه يا ميمي؟ اوعى تقفل على صباعك. ايه ده ايه ده؟ اقفل 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 وامسح رقمي. امسح رقمي وانا هقفل التليفون خالص. اهو اهو. اتفضل تصبح على خير. تصبح على خير. وانتي فور. نورت وشرفت. معقوله يا شهاب تنزل في اوتيل وبيتي موجود؟ شو بدك في ايه؟ خلينا في الشغل هلا. على العموم المره الجايه نمضي العقود. ولو حبيبي المره الجايه انت رح تيجي لعندي. يلا طلب لنا قهوه. ماشي كلامك، بس نطلب الفطار الاول. اقصد يعني الترويقه، مش اسمه كده برضو باللبناني؟ فطار بالمصري، ترويقه باللبناني، اهم شيء اكل. وانت عند قولك يا عم شهاب. ميمي. ايوه. معلش والنبي من غير تكليف،
شوف شهاب بيه هيطلب منك ايه وخليهم يحضروا جوه في المطبخ. انا مش عارف ابراهيم خفي فاني داهيه. على اذنك دقيقه واحده. امر حضرتك. انا جيت بدون ما تروق. شوف لي شي شغله تروقني. تحب تاخد دوش؟ شوف يا ميمي، تروق بلبنان يعني افطر بالمصري. طب وما فطرتش في لبنان ليه؟ طب تحب اقول لهم يحضروا لك اي نوع من الروقان جوه؟ ممكن صفيحه لبنه، منقوشه بزعتر، تبوله. ولا كاني سمعت حاجه. صفيحه لبنه يعني جبنه. صفيحه كامله؟ حضرتك هتفطر صفيحه جبنه؟ عشان كده حضرتك مبيض. منقوشه بالزعتر وفتوش. يا راجل اسكت بقى. يا ميمي. ميمي ايه؟ شوف حد غيري يروقك. في ايه؟ الراجل شهاب بيه صاحبك ده عمال يقول لي فتوش ومنقوش كانه شايفني طالع من فانوس. ده جاي يحقق احلامه هنا. ده عايز صفيح الجبنه، صفيح الجبنه. هو عشان يفطر يعكنن علينا احنا؟ انا هشوف ابراهيم فين. في ايه يا عم حسام؟ لغايه دلوقتي ما حصلش حاجه وميعاد الامضاء قرب. يعني نعمل ايه بس يا شاكر بيه؟ اروح اقطع دراع عمي عشان ما يمضيش مع شهاب علوان؟ لا انت لازم تعمل اي حاجه، لان الفلوس اللي انت هتاخدها ما هياش قليله لو العمليه دي رسيت عليا. لا بقى قليل. هزودك عشان تبقى مرضي. الله كده تمام، انا كده تحت امرك وكله خير وبركه ان شاء الله. غلط غلط، كل جدول الضرب عاملاه غلط. 2 في 4 ب 70 ازاي؟ كل جدول الضرب غلط كده. معلش انا مش عارفه احفظه عربي. لا هتعرفي تحفظيه بالعربي، ما تقعديش تعملي بقى مش عارفه احفظه والحاجات دي، هتعرفي. طب ما تحفظوني بطريقتك. لا طريقتي هي كانت مرة وخلاص. لا لا عشان خاطري والنبي والنبي عشان خاطري. لا 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 والنبي والنبي عشان خاطري. آخر مرة. آخر مرة. آخر مرة. آخر مرة. وتحفظي صم. أحفظ. تفضلي. اتنين في اتنين بأربعة. اتنين في اتنين بأربعة. اتنين في تلاتة بستة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الادب دي؟ خلاص اخر مره، اخر مره مش هعملها تاني والله. زغرتي؟ اسفه ايه وبتاع ايه؟ عيب الحاجات دي، عيب. انا اسفه، انا اسفه عشان خاطري النبي. انا غلطان اني بعلمك بالطريقه دي يعني عشان تحفظي؟ اتفضلي اكتبيهم 100 مره لغايه ما تحفظيهم وتسلمي ايدك. والله هخصمك. ايه يا حسن؟ اخبار مراتك ايه؟ طيب كويس. لا 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 انا مروح دلوقتي. اسمع، عدي عليا بكره الصبح بدري. مع السلامه. ابراهيم، ميمي، يا ميمي. 16000 وشويه. ميمي يا ميمي. مقلب العربيه غلط، مقلب الراجل. الضربه اللي خدها على دماغه جت في منطقه خطر ادت لغيبوبه، بس انت كويس ان انت اتصلت بالاسعاف وما فكرتش تحركه. يعني مفيش خطر عليه؟ على العموم احنا حطيناه على اجهزه وربنا يسهل. يعني ممكن لا سمح الله يموت. لا 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 اطمني، ده لو واحد صحته مش كويسه زي فاروق بيه كان زمان اتوفى في الحال. على العموم الموضوع هياخد مننا شويه وقت لغايه ما يفوق من الغيبوبه، ممكن بعدها بشويه كمان. هو بابا مش هيروح معانا؟ بابا تعبان شوية، هو لازم ينام علشان يبقى كويس. ماشي؟ يلا Thank you.
ممكن اعرف انت بتعمل ايه هنا؟ اطلعي اوضتك يا زين، طلعيها يا مية لو سمحتي. انت مالكش دعوه بزينة خالص، احنا مستنيين عن خدماتك. يعني ايه؟ يعني زي ما سمعت بالظبط. اتفضل، مع السلامه. ميمي ما تمشيش. الشنطة دي أنا لقيتها في عربية فاروق بيها، فيها فلوس. إيه ده؟ فيها دولارات؟ أنا عرفت إن هم فلوس لأنه أنا موبايلي ما كانش معايا، فاضطريت أفتحها عشان أشوف موبايله وأكلم الإسعاف. وأنا ما سألتكش. اتفضل. أنت رايح على فين؟ أي حتة، مصر واسعة. المهم بس خد بالك من زينة. بعد إذنك. يلا سلام. يا شاكر بيه ما تقلقش، انا وعدتك العمليه دي بتاعتك خلاص، اطمن بقى، اعتبر شهاب ده بجيبك. طب مع السلامه بقى عشان عندي شغل. مع السلامه. يا ريت تبعتي فاكس لشهاب تبلغيه ان احنا لغينا الصفقه معاه. بصراحه انا ما اقدرش استحمل المسؤوليه الكبيره دي وعمي مش موجود. مستحيل، ده ممكن يعرضنا لخساره كبيره. شهاب ده اكبر مستورد في الشرق الاوسط، ما ينفعش نخسره. خلاص يا مي، الموضوع منتهي. منتهي يعني ايه؟ يعني زي ما سمعت كده، انا دلوقتي مكان عمي هنا، يعني انا اللي هتحاسب مش اي حد تاني. واضح كمان الموضوع عمي ده هيطول، فريت تشوف لنا حد بقى يفتح الخزنه دي، لان اكيد فيها ورق مهم. ما ينفعش، اصل فتح الخزنه ده لازم يتم باشراف لجنه من الشؤون القانونيه. وماله يا مي، هات اللجنه عشان تفتح الخزنه، مفيش مشكله خالص. برافو برافو يا زوزة والله. طب بقولك ايه، السؤال الاخراني ده عملتي فيه ايه؟ هتغشي ولا ايه؟ غشي ايه؟ من دور الاسئلة اصلا. ما انتي لو غشيتي السؤال هتعرفي الاجابة يا نصحة، فاكراني غبي؟ المهم ما علينا، مش ده المهم، المهم امتحانات اخر السنة. يلا يلا عشان تروحي. لا انا مش عايزة اروح، انا عايزة اقعد معاك شوية. اما انت تقعد معايا. هبقى اجيلك هبقى اجيلك. ايه الهوا ده؟ يلا هات الشنطة ويلا. ايه ده؟ فين الشنطة؟ ايه ده؟ انت سبت الشنطه لما كنا هناك؟ امسكي امسكي ده. انت عشان السؤال يا ميمي. اسفه يا حبيبتي اتاخرت عليكي. لا ما كان ميمي هنا، كان بيراجع معايا ورقه الامتحان. ميمي؟ اهو اتاخرت كده ليه؟ ده انا كنت هعيط. حالك كويس جدا النهارده في امتحان العربي. الولد اللي بيديها عربي ده ممتاز ممتاز، اخلاقه فوق الوصف، اخلاقه عاليه. انا لو عندي اخت كنت جوزتها له. باي باي. يلا اتكلوا على الله. باي باي. الشنطة. دي عقود أملاك فاروق بيه اللي كاتبهم باسم بنته زينة. ودي أوراق الوصاية على البنت، مكتوب فيها الوصى على بنت زينة وأملاكها السيد جلال كامل نور الدين البشبيشي. نعم. جلال ده إيه؟ مين جلال ده؟ مستحيل. جلال ده يبقى ميمي. نعم الواد الجربوع المعفن ده، ده عمي اكيد اتجنن، اكيد اتجنن ومش هسكت، والله العظيم ما هسكت. حد يقابل حد في بنزينه؟ وانت جايه تقابلي تاكسي؟ طب اقعد اقعد. اصل كركن احضن. شو استنى عليا لما بطل الاول. انا ممكن ممكن اخد فنجان بنزين 90 دوبلا، ولا اقول لك فول؟ هات لنا اتنين قهوه. مظبوط. بس بقول لك ايه، اظبطهم على 28 عشان ما طبقت. اسمك ايه؟ محمود. في ايه؟ بس مكان فعلا مكان فعلا جميل قوي على فكره. الفنجان ده عايز يزود. ها خير. ايه
سكت ليه؟ بترد؟ هو ده كلام يترد عليه؟ وصي؟ لا بقول لك ايه؟ انا ممكن اخد بالي من زينة اديها عربي بتاع العب معاها كده يعني، انما شركات وفلوس وعقود لا ما اقدرش يا مي. يا ميمي لو انت ما وافقتش حسام ممكن يبوظ كل حاجه. أيوة انت فاهمه ان انا اللي مش هبوظ. انا مش عايزاك تقلق، كل حاجه مترتبه، البضاعه في المخازن، شهاب مستنينا والعقود جاهزه للتوقيع. انت فاهمه انك كده بتطمنيني؟ ده الرصه اللي انت رصيتيها دي تقلق ده تقلق فاروق بيه نفسه. بقول لك ايه، انت اجلي كل حاجه لغايه الراجل ما يفوق. ما حبكتش. ما ينفعش، العمليه دي ليها توقيت، ده غير ان فاروق بيه ممكن يخسر كتير لو الصفقه دي ما تمتش. اسف يا مي، انا ما اقدرش، دي مسؤوليه انا مش قدها. يظهر ان فاروق بيه غلط لما كان فاهم انك هتحافظ على املاك وبنتك. انا كنت متاكد انه هيرفض. ميمي ايه وبتاع ايه يا راجل، حد فاضل الكلام ده؟ يلا يا حسين قول بسرعه والنبي. استاذ حسين. اتفضل يا استاذ حسين. بصفة المستشار القانوني للشركة وبعد كل الظروف اللي أنا شرحتها لكم دلوقتي، يبقى كل اللي فاضل إني أعلن تسليم رئاسة مجلس الإدارة بالإنابة إلى السيد جلال كامل نور الدين البشبيشي. ممكن أعرف أنت بتعمل إيه هنا؟ جاي أشوف شغل يا أستاذ حسام، ولا في مانع عند حضرتك؟ انت مش قلت لي ان موضوع جلال ده سر بينه وبينك؟ ما هو انا ما بيبقاش في بولي فولة، اعمل ايه؟ خلاص. انت مش كنت رفضت الوصاية دي؟ ورجعت في كلامي يا حبيبي. رجعت في كلامك؟ انت غلط. انا اللي عملت كده. معقول يعني يكون حد من المحترمين دول يعمل حركة زبالة زي دي؟ وعلى فكرة الطوبة اللي فاتت كنت انا برضو. وماله يا عم، حقك برضو، مبروك عليك. مع السلامة يا حسين. لا يا عم حسين مين، وفي حد ناس اسمه حسين؟ اتفضلي سيبك منه، اتفضلي. يا مؤاخذة يا جماعة، أنا آسف وبعتذر على الدوشة دي، بس ده أصل وطار بايت بيني وبينه. تقدر تكمل، اتفضل كمل يا أستاذ. هو حضرتك اسمك إيه؟ أستاذ حسين، لكن مش خسارة فيك تقول لي شحس. شهادة ووسام أوضعه على صدري، صدقني. لا تفهمش غلط. تقدر تكمل يا أستاذ، اتفضل. أنا يسعدني ويشرفني طبعًا أنا. ايه ده، دي ميه، ده انا كنت فاكرها سفن. كمل يا استاذ حسين، اتفضل. انا مبسوطه انك رجعت. ما انا اكتشفت علشان اخد بالي منك يبقى لازم اخد بالي من حاجتك. اللي هي حاجتي ايه يعني؟ لعبي. انا راجع عشان اخد بالي من العروسه الكبيره اللي فوق الدولاب. لعبك ايه بس؟ تخيلي انت بقيتي رئيس مجلس اداره وانا بشتغل عندك، شفتي المهزله؟ انت رايح فين؟ تقوقز القوقاز متقوقزا. لازم تقوقزي في السجن دلوقتي. لا مش عايزه اتقوقز. مش هينفع، انا هموت من قله القوقزه. لازم نتقوقز شويه. لا طب نلعب شويه. حبيبتي هتكبر والنعمة لا تاكل الجو في جمال كده، الله اكبر، يا دوبك بربش تحلو دي في كفة والبنات في كفة، اتولدت بس في سف اللف، يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا في بعض اما شافوها في الدو. في كفة والبنات في كفة، اتولدت بس في سف اللف، يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا في بعض اما شافوها في الدو. قالت انا بحبك وبك بموت انا في عيونك دول، الشيشة قوتك الغين غلوتك بيهم بقيت مشغول. ألف أنا بحبك وبك بموت أنا في عيونك دول، الشين شقاوتك الغين غلاوتك بيهم بقيت مشغول. مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور، في قمر كده منور في رقة كده معقول. مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور، في قمر كده منور في رقة كده معقول. عايزاني جنبك اجيلك اكسر الدنيا لو في الهن، عايزاني عيل انا عيل منك اوكينا اقضي عين. عايزاني جنبك اجيلك اكسر الدنيا لو في الهن، عايزاني عيل انا عيل منك اوكينا اقضي عين.
فيكي شيء مخليني راضي اضحي بسنيني يا اعز من عيني معزة ولد الول فيكي شيء مخليني راضي اضحي بسنيني يا اعز من عيني معزة ولد الول كفة والبنات في كفة اتولدت بس بوسة في اللف يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا بعض اما شوفوها في الجو مش هتشرب قهوتك يا ميمي؟ هتهيع الشركة في المعادي ايه ده في قطط هنا ولا ايه يا حسن؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟